السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم مزيان؟ كما كتشوفوا بناتي اليوم غادي لواحد المحل نتقداو الحلوى على حساب العيد. ايوا البنات، وانا غادي نديكم معايا تشوفوا هاد المحل، راه فيه كل شيء. فيه هانتوما البنات، راه في الوفا واحد مقابل مع واحد الجريده. هانتوما انا نوريكم الجريده باش تعرفوا البلاصه. هانتوما البنات، هذا هو المحل، في واحد السيده غزال الله يعمر ليها الدار. هانتوما راه كل شيء كاين. انا نبدا معكم من هنايا بالمريشمات، الطوابع ديال الحلوه. ندير هاد الخويبيه في الباب، في امي هذا اللي جا كيشرب. هادو البنات كطحني فيهم العطريه، كتاخدي العطريه وكتنقيها على يدك وكطحنها لك. هاد المحل البنات يلا كيفتح. هانتوما هادو ديال العطريه، كاينه ديال البزار، ديال السكينجبير، ديال الخرقوم عود، كل حاجه وديالاش. انا نبدا معكم البنات من هنا، من هاد المول ديال الكيكه. هادو البنات راهم ثقيلين، كراهني تغزالين، كاينين اشكال وانواع والالوان. هانتوما البنات الشكايل، حانتك في الشكايل، كاين الطويل كاين الطاير. هادشي البنات ديال عيد الميلاد، اللي عندو عيد الميلاد جاي يتقدى داكشي زوين عندها. ايوا السبوع وكل شيء، اللي عندو العرس كل شيء كاين. اللوينات ديال البنات، ديال الوليدات. ايوا جينا البنات وعجبنا المحل وكنا نصوروا لكم. بالنسبه للناس اللي ساكن في قنيطره راه يعرفوا هاد البلاصه، يجيو يتقدموا عند هاد السيده. هانتوما البنات، هذا راه كاين غريبي كتغرب لي به الطحين. بغيت ديري شي كيكه ولا شي حاجه احسن من ديري الطحين فيه وتغربلي فيه والخماره وكلشي. هاد المور سيليكون، ثم اشكال وانواع. هادي البنات كديري فيها السكر كلاصي ولا الكاكاو، بغيتي ترشي فوق شي كيكه ولا فوق شي حلوه. نتوما هاد المول، نتوما البنات راه كاينه المجموعه كامله اللي بغيتيها كتاخديها. هادو زوينين بصراحة، أسمينة زوينة عندها، غتقضينا من عندها الحلوة. هادي ديال الباكيت هي عندها، كاينة ديال اللي فيها ربعة اللي فيها خمسة. هاد المول ديال الطورطه راه كاينين هادوك ربعه ديال البياسات، يكون طبقات كاين ديال ثلاثه. هانتوما هادي البنات كتحطي فوق هاد الطورطه كتمونطي عليها كتقدي فيها. ولكن الشوكولاته هنا نفافخ داكشي باش كتزوقي المناسبات. الشمع هذا طريب شاد ديال عيد الميلاد، لكن الانواع ديال الشوكولات باش كتزوقي الحلوه كل شيء كاين.
انا نضرب بكم دويره البنات في هذا المحل، شوفوا اش كاين.
Do it.
هادو هما الحويجات اللي شريت. خديت هادي كندير فوقها الكيكه ولا طورطه كتجيني ساهله. هانتوما خديت هاد الدايره وخديت هادي مربعه حيت عندي طاوه مربعه وخديت هاد الطاوه البنات. هاد الطاوه كنت محتاجاها بصراحه. هذا هو القياس اللي كنت باغا. هادي ندير لكم فيها واحد الملويه في الفران كتجي بالزبيب كتجي غزاله ان شاء الله. غنديرها لكم في هاد العيد هاد الملويه البنات اللي غنوجد لكم في هاد الطاوره اللي كلها كيحمق عليها. وخديت هاد الزبده باش نصايبو حليوه وخديت هاد الباكيه ديال الخمارات وهادي هاد السكر فاني بنكهه البرتقال. هذا البنات راه غزال فايت ليا واخداه وما بقيتش لقيت بحالو ملي مشيت لقيته عندها وانا ناخذه. راه في واحد الريحه غزاله البنات كيخليها لا في الكيكه لا في الحلوه ولا في كل شيء. فيها نكهة الليمون. وهذا هما الحويجات البنات اللي شريت. ولا عجبكم الفيديو كالعادة ما تنساونيش من ابوني ومن لايك وشجعوني البنات شجعوني بزاف. يلا بسلامة عليكم.